السلام عليكم ورحمة الله. أزف اللون، مرحبا بكم. وفاة رجل أعمال سعودي اللي هو رئيس مجلس إدارة شركة السلام القابضة، محمد بن ناصر بن وزن القحطاني. هذا رجل أعمال، وكان بعض المواقع الإلكترونية قدمته على أساس أنه دبلوماسي وسفير السعودية بمصر، ولكن هناك موقع إماراتي يقدمه على أساس أنه رجل أعمال سعودي يقطن في دولة الإمارات العربية، وكان يشارك في ملتقى اقتصادي عربي افريقي. نخليكم تسمعوا الكلمة الأخيرة اللي انطق بها، ونشوفوا يعني الرجل رحمه الله انهار مباشرة يعني أمام الكاميرات أمام الجميع. تفضلوا شوفوا. هذا عميد الإنسانية ورجل السلام. هذا عميد الإنسانية ورجل السلام. عميد الإنسانية، هذا وصف تلقوا على رئيس دولة الإمارات أثناء كلماته. بدأ يمدح فيهم واحد واحد، مدح بن سلمان، ثم مدح رئيس دولة الإمارات، ولما وهو يلقي في الكلمة دياله يعني رئيس الإمارات ما عندوش مدة من اللي اعتلى العرش، يقدم على أساس أنه عميد الإنسانية بعد رئيس الإمارات محمد بن زايد. وكان كما قلت يشارك في مؤتمر عقدته الهيئة العربية الدولية لمكافحة التزوير والتزييف التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية. وعدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية، وعدد من السفراء والشخصيات العربية شاركت في هذا الملتقى، كما ذكرت ملتقى عربي إفريقي. رحم الله الفقيد وألهم هذا به الصبر والسلوان. وطبعا لما نشوف واحد آخر كلمة ينطق بها هو مدح لأمير لسلطان لحاكم، نقول اللهم اجعلنا من آخر كلمة يتلفظون بها هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما نكونوش من مادح الحكام ولا من الشياطين. وهذه على كل حال الشتاء والمديح عند العرب عادة، شيء عادي جدا، داير هو يمدح الاخرين يصفقوا، ما كانش واحد قال له حبس برك ما تشيت. هذه يعني احنا عقلية نحبوا الشتاء، حتى في نحن الجزائريين يا اما كان شياطين سون بيتي سون بيتي، سمعت تلمو يشيدك اللحم ديالك يديرو دونك غير فوالا. المهم ربي يرحمه على كل حال. الله أكبر، الله أكبر، هشام عفوان، هشام عفوان.